بتتذكر من المره الماضيه حكينا في عندنا مشكله بتصير في الدي سي موتور اسمها الارمتشر رياكشن، بتسبب انه النيوترال بلين يتحرك من مكانه الاصلي. نراجعها بشكل سريع. عندي اذا كان هدول هم البولز، وعندي هون الارمتشر، وفي عندي كوندكترز امبيدد في الارمتشر. وراح افترض مثلا ما بعرفش المره الماضيه شو حطينا الكرنت هون كان داخل الصفحه، برضه هون داخل بالصفحة، هون طالع بالصفحة، بس يبدأ الكرنت يمر عندي في الارمتشر، راح يتكون ماجنتيك فلكس عمودي على الماجنتيك فلكس الأصلي، فراح يصير في عندي ماجنتيك فلكس بهذا الاتجاه بي، إذا بدك تسميه ارمتشر رياكشن، وعندي هون الماجنتيك فلكس الأصلي أو الماجنتيك فلكس دنسيتي الأصلية اللي هي الفيلد تبعت الماشين. هلا لو هذا مش موجود رح يكون عندي ماجنتيك فلكس الوحيد بهذا الاتجاه، رح يكون النيوترال اكسس او النيوترال بلين بهذا الاتجاه اللي عنده بده يصير كوميتيشن للوايندينجز. ايش معنى كلمه كوميتيشن في الوايندينجز؟ شو معنى من عمليه الكوميتيشن؟ لا حكينا الكوميتيشن، ايش الكوميتيشن؟ شو بصير؟ اني اعكس اتجاه التيار بالسلك، اي سلك بتعدى بمر على النقطه هاي، بمر على النيوترال بلين، لازم ينعكس اتجاه التيار فيه. اذا كان التيار داخل بالصفحه بده يصير طالع من الصفحه وبالعكس. اذا عندي بالحاله العاديه رح يصير الكوميتيشن عند النقطه هاي، ولذلك المكان تبع البرشز، موقع البرشز رح يعتمد على موقع النيوترال بلين. لما يتكون عندي ارمتشر رياكشن بهذا الشكل رح تصير محصله بي او محصله الفلكس بهذا الاتجاه وفيها ميلان بهذا الشكل. هذا الميلان رح يؤدي انه النيوترال بلين يتحرك من مكانه. رح يتحرك بمقدار الزاوية هاي اللي موجودة هون. لما يتحرك بهاي الشكل رح تصير في عندي مشكلة بالكوميتيشن، رح يصير عمالي بعمل شورتينج على فولتج، رح يصير في عندي سباركس وخراب للكوميتيتر، رح يصير في مشكلة بالكوميتيتر. إذا في عندي ثلاث حلول ممكن أحل فيها هاي المشكلة. أول الحلول هاي، طبعا هذا مش حل مثالي بس أحد الحلول حتى أخفف منها، إني أحاول أحرك البرشز ما بين البوزيشن تبع النو لود والبوزيشن تبع الفول لود. يعني هذا لما يكون عماله بسحب فول لود كارت فرضا بيكون هون، ولما يكون يسحب نو لود كارت بيكون النيوترال اكسس هون. بحاول احرك البرشز بحيث انها تصير في مكان تقريبا ما بين الاثنين او اقرب للوضع اللي هو عاده بيكون عليه بحيث اني اخفف عنها. راح تشوفوا بعدين هلا الصور اللي راح اعرضها كمان شوي راح تشوفوا فيها مكان البرشز بقدر انا اعمل له ادجستمنت. في عندي زي حلقه دائريه مركب عليها البرشز، وعلى فكره كم برش لازم يكون عندي في الحاله هاي؟ تنتين. لو عندي اربع بولز كم برش رح يصير عندي؟ اربعة واحد. اذا رح الاقي في عندي عدد البرشز، وهلا بنشوفهم موجودين على الحلقة هاي، ممكن اني احركهم وبحركهم لوضع مناسب يكون يخفف من السباركينج اللي موجود. هذا احد الحلول، بس طبعا هذا حل مش مثالي. ليش؟ لانه انا ممكن ظبطته للود معين ورد يتغير اللود هذا، فبرد برجع بكون وضع غير مناسب. في عندي طريقة ثانية اسمها الانتر بولز. الانتر بولز اني اثبت بولز خارجيه اضافيه بتكون اصغر من البولز الاصليه، بلف عليها سلك، وهذا السلك بمرر فيه اي اي اللي هي الارمتشر كارنت، فبركب بولز اضافيه الكترومغنتس، هذول اسمهم انتر بولز. انتر يعني ما بتوين، فالانتر بولز انا وين حطيتهم؟ بين مين؟ بين البولز الرئيسيه الاصليه اللي موجوده. هون ركبنا بولز جديده اسمها انتر بولز، بمرر فيها اي اي. طيب سؤال، ليش مررت فيها اي اي؟ ليش ما خليت الكرنت اللي بمر فيها كونستنت؟ على اساس يعكس. تمام، حتى كمان المقدار تبعه يكون مساوي لايش؟ للاثر الاصلي اللي تكون. هذا الاثر مع مين بتناسب؟ هذا بتناسب مع اي اي مظبوط؟ واتجاهه هيك. هلا وين لازم يكون اتجاه الفلكس اللي منتج عن هدول البولز؟ فلازم امرر اي اي بهذا الاتجاه وامرر اي اي بهذا الاتجاه، فاي اي رح يكون اتجاهه بالارمتشر رح يكون اتجاهه هيك وهيك، مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، زي ما نيوتن بيحكي مش هيك؟ مساوي له في المقدار، اي اي اللي هون مساوي لاي اي اللي هون مظبوط؟ والاتجاه تبعه معاكس، لانه اي اي اللي هون رح يعمل فلكس بهذا الاتجاه اللي ماشي في الارمتشر، لكن اي اي اللي ماشي في الانتر بولز هون رح يكون اتجاهه بهذا الاتجاه. فراح يحاول يلغي الاثر الاصلي اللي تكون من هون، وطبعا كل ما قل الاي اي راح يقل الارمتشر رياكشن، وايش كمان راح يقل؟ الاثر تبع الانتر بولز. اذا هذه احد الطرق
اسمها الانتربولز. الانتربولز اللي هي بولز بتكون ما بين او كوميتيتنج بولز احيانا بنسميهم بولز، بيكونوا ما بين طبعا اذا كان عندي اربع بولز رئيسيه راح اركب اربع انتربولز، اذا عندي اثنين بولز رئيسيه راح اركب اثنين انتربولز. الطريقه الثانيه اسمها الكومبنسيتنج وايندنجز. الكومبنسيتنج وايندنجز هي وايندنجز بثبتها بنفس البولز الاصليه. اذا هون بعمل بثبت هون اسماك بنفس الشلون بثبت اسماك في يعني بنقول في وجهي في وجه البولز on the face of the pole بفتح فتحات او جروفز والجروفز بثبت فيها اسلاك والاسلاك هاي بمرر كمان فيها اي اي. هلا لاحظوا هذا الاتجاه ايش عماله بعمل ارمتشر بهذا الاتجاه، اذا كيف لازم اثبت امرر الكرنت هون بدي امرر الكرنت ب بعكس الاتجاه بحيث انه يعمل هيك فبيصير عندي هون وراح يمر عندي الكرنت الان بهذا الاتجاه وين راح يصير اثره؟ راح يلغي الاثر الاصلي اللي جاي من الارمتشر. اذا الارمتشر رياكشن من وين بيجي؟ من الارمتشر بلغي اثره باستعمال الكومبنسيتنج وايندنجز. هذا لسه نورث بول وساوث بول ما تغير شيء عليه، يعني لسه هذا هون الفلكس الرئيسي. هل في فلكس اضافي هذا ايش الكرنت اللي راح يمر فيه؟ يعني هذا كانه هذا موصول هون او اذا بدك هذا موصول هون وهذا موصول هون وهذا موصول هون. يعني كاني هيك لفيته. فالكرنت كيف راح يمر فيه؟ هي من هيك راح يصير اتجاه الارمتشر راح يلغي اثر الارمتشر رياكشن الاصلي. اذا هاي اسمها الكومبنسيتنج وايندنج.